أنا رزين جسمي وعمري 7 سنوات من ولاية القصيم. مرحبا، اليوم سوف أحدثكم على منتوج من التراث التونسي. أخترت الجبة التونسية تمثل قطعة أساسية من لباس التقليدي الرجالي التونسي، وهو عبارة على لباس خارجي فضفاض مفصل ومطرز ومخيط، له فتحة مطرزة مكان الرقبة وفتحتين مكان الذراع. ما زال التونسيون يلبسونه في المناسبات والأفراح وحفلات الختان والأعياد.